السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير يا متابعينا في اليوتيوب. متواجدين اليوم في منطقة يلنجك، جينا نصور مع بعض شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 160 متر مربع في مجمع راقي. احنا الآن متواجدين في الساحة الخارجية، زي ما تشايفين الساحة الخارجية مسطحات خضراء زي ما تشايفين قدامنا، بالإضافة إلى الجلسات العائلية الموجودة أمامكم، وعندنا هنا ألعاب الأطفال. بجوار ألعاب الأطفال عندنا مدخل المجمع، مدخل المجمع بنظام سيكوريتي وأمان وكاميرات مراقبة. عندنا أيضا موجود في المجمع مسبح مفتوح، بمساحة كبيرة حلوة المسبح. بالإضافة إلى جوارنا عندنا المبنى هذا ما فندق أكسس، تحت فندق أكسس موجود مطعم وكافيه، يعني شيء جميل ورائع جدا. والحاجة الحلوة الثانية أيضا أنه الموقع قريب من الساحل جدا، يعني مكان السباحة جنبا على طول، نقدر نمشي على طول، والمطار أيضا قريب من الموقع. خلف المجمع موجود جامع، بالإضافة إلى الخدمات الموجودة، سوبر ماركتات والمواصلات والكافيهات كلها متواجدة قريب من الموقع. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل كاملة للشقة ثلاث غرف صالة بمساحة 160 متر مربع، تعالوا معنا. وصلنا الدور السادس، زي ما تشايفين موجود عندنا شقتين كل دور ومصعدين ايضا، كل مصعد يسع تقريبا من 8 الى 10 اشخاص. شقة رقم 11 زي ما تشايفين، اول ما ندخل يجي هنا على اليسار المطبخ. مطبخ ما شاء الله بإطلالة بحرية جميلة ما شاء الله، ودواليب فاخرة. طاقة المطبخ على البحر شيء جميل، ودواليب ذات جودة عالية ما شاء الله تبارك الله. الدرف كلها فيها نظام هيدروليك. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الصالة. زي ما شايفين الصالة مساحتها جيدة، يعني تقريبا نقدر نقول 30 متر مربع، وديكورات سقفية وإنارات ليد وسلوكايتات. وموجود أيضا في الشقة عدد اثنين من مكيفات أسفل، واحدة في الصالة وواحدة في غرفة النوم الرئيسية الماستر. عندنا البلكونة هذه مخرجها من الصالة وللمطبخ، واجهة في الصالة واجهة بحرية، بلكونة جيدة ما شاء الله واسعة، مطلات الشقة على البحر مباشرة. يعني المجمع هذا مجمع راقي موجود فيه خدمات كثيرة، منها ألعاب الأطفال، مسبح مفتوح، جلسات عائلية، عندنا أيضا كافيه موجود بجوار المجمع. يميننا فندق رمادي، يسارنا فندق أكسس، يعتبر أيضا صفر على البحر، يعني الواحد ينزل على طول برجله ينزل على البحر مباشرة. تعالوا مع بعض نكمل تفاصيل الشقة. الأرضية كلها باركيه درجة أولى، الصالات والممرات. نطلع من الصالة نيجي هنا على الحمام الرئيسي التابع للشقة، ما شاء الله تبارك الله وانتم بكرامة، حمام فخم، المروج بنظام جاكوزي، حاجة جيدة. نيجي هنا على الغرفة الأولى، الغرفة كبيرة مساحتها تقريبا 3.5 × 4، ولها بلكونة خلفية. البلكونة هذه اطلالت على الشارع الخلفي، يعني قريبة من الشارع الرئيسي المجمع. نطلع من الغرفة الأولى نتوجه إلى الغرفة الثانية. لا
مساحة الغرفة هذه كمان جيدة تقريبا، إن نقول 3 × 4 تقريبا. وأخيرا نتوجه إلى غرفة الماستر. مساحة الغرفة هذه، مساحة الماستر أكبر من الغرفة الثانية، يعني نقدر نقول 4 × 4 مساحة الغرفة، بالإضافة إلى المساحة الجانبية الموجودة هي مساحة دريسنج روم، يعني منطقة الدواليب اللي هي منطقة تغيير الملابس، نقدر نحط هنا رفوف أو دواليب خاصة للملابس. منها نتوجه إلى الحمام الخاص بغرفة الماستر، حمام متكامل وأنتم بكرامة، فيها مروش وكلوزت مع المغسلة. زي ما قلت لكم إنه الشقة هذه فيها مكيفين، مكيف غرفة النوم ومكيف الصالة. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.